بهنيك على الاداء الدفاعي والرجولي في المباراه، وكنت بتعتمد على الهجمات المرتده، يمكن ضاع منك هدف مؤكد او محقق في الشوط الاول لحسام باولو، لكن ليك اعتراضات كثيره على الكابتن سمير محمود عثمان. الاول تحياتي للساده المحترمين في الاستوديو التحليل. يعني انا ما كنتش عايز اتكلم، وانا لو دخلت المؤتمر الصحفي بقول على الهوا انا مش هعلق على اي سؤال، وهبدا اعتراضي بالصمت على التحكيم في مصر. هنوصل لغايه ايه وهنوصل لغايه فين؟ الاهلي يزعل لرياض الزمالك، الزمالك يزعل لرياض الاهلي، خلاص نلغي بقيه الفرق ونراضي الاهلي، والاهلي والزمالك يلعب ماتشين وهم يحددوا الدوري مع بعض. يعني انا مش عارف في ايه. يعني احنا ادينا مباراه كبيره، بشكر لعيبتي النادي الاهلي اللي الكابتن فتحي مبروك قال عليه برشلونه، قدرنا نوقفه تماما الحمد لله، ما لهمش اي فرصه تذكر، بالعكس احنا لنا فرصه الشوط الاول وفرصه ثانيه بتاعت اطفال الشوط الثاني. الاهلي ايضا كان له فرصه في الشوط الاول، لمؤمن زكريا راح بالعرض وحطها لاحمد عبد الظاهر وجت في رجل احمد فوزي. نقول النادي الاهلي على مدار 95 دقيقه او 100 دقيقه يبقى ليه فرصه واحده، يبقى احنا نجحنا الحمد لله رب العالمين. لعبنا مباراه تكتيكيه عاليه جدا، قفلنا مفاتيح اللعب. رغم هو انا ما بحبش ابرر، انا عندي ثلاثه تقال جدا غايبين النهارده، وكانوا موجودين كان الوضع اختلف. الاثنين السرد باكات رشاد وجهاد واحمد تمساح، يعني الثلاثه دول لو كانوا موجودين في الملعب كان الوضع هيختلف تماما النهارده. انما انا بشكر لعيبتي بقول الحمد لله. انما نظر الانديه الغلابه، يعني احنا دمنا مستباح، الانديه الغلابه دي دمها مستباح. كابتن علاء، يمكن احمد الطوي كان نص ملعب شمال، كان من افضل لاعبي فريق الداخليه، وكان بينفذ لك اللي انت عايزه في سواء دفاعيا او بينطلق بالكره ناحيه الشمال ويعمل كرات عرضيه مؤثره. كان في كره في الشوط الاول، مش عارف هل طلعته عشان اتخبط كتير ولا قادر، اتضرب كتير واتخبط كتير فلازم اغيره. الراجل ادى اللي عليه وعمل جهد غير عادي. انما انا بقول الحمد لله وببارك للنادي الاهلي، وبقول هارد لك للاعيبه الداخليه، ادت مباراه كبيره وحزين مش اكتر من كده. انفعلت على حسام باولو بعد ما اضاع الكره، وقلت لو كانت جت كان الموضوع اختلف. يعني اعتقد ان حسام باولو قدرها غلط، المفروض يروح يقابلها بيمينه مش بشماله، هو عايز يلطشها بشماله انما عدته، كان لازم يقابلها بيمينه ببطن رجليه، كانت جون سهل جدا، كان هيفرق كتير جدا في المباراه. انما حسام هداف ولعيب كويس وبيقدم اخلاص، ولعيبتي كلها الحمد لله ادوا اللي عليهم، وهننسى المباراه دي ونفكر في المباراه اللي جايه. بس انا عايز اقول لاتحاد الكوره ولجنه التحكيم، اتفرجوا على ضربه الجزاء اللي اتحسبت لسموحه النهارده في ماتش بتروجيت، تمام؟ شوفوا الداخليه ليها ضربه جزاء، انا ما اعرفش، بس اكيد الاخوه المحللين في الاستوديو يشوفوا ان كانت الكره جت في ايد لعيب الاهلي ورايحه في الجون ولا لا. الماتش اللي فات بتروجيت لينا كوره رايحه في الجون برضه لعيب بتروجيت بيطلعها بايده ما اتحسبتش. في ايه يعني؟ انا مش عارف يعني اتمنى يعني وقفه الفتره اللي جايه للانديه الغلابه اللي تحت. يعني كابتن علاء، الفرق كلها قربت من بعض تحت، يعني 32 او 33 33 35 داخل المركز 12، شايف موقف الداخليه زي في الدوري؟ لا، هو موقفها لسه ما زال في الملعب موقف صعب، مع سموحه مع المصري مع الجونه، كل الفرق دي قريبه من الموقف الخطير اللي هو الهبوط. يعني ربنا ييسر الامور. يعني انما انا طالما راضي عن اداء فرقتي واللي هي بتلعب برجوله وبنادي مباراه كويسه، اعتقد ان شاء الله هنبقى في موقف كويس. علاء، بشكرك وكل التوفيق في المباراه القادمه ان شاء الله. شكرا.